الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار على سمير لما صحي الصبح ما لقاهاش الساعة 10 يا لهوي والمدرسة أمال فين ستي يا ستي ما صحتنيش ليه ستي عندهم ايه بس عندهم راحت عليا نومة روح بدري كده ليه انت عيان لا امال مسجل انا نروح ليه يا عم ده الماتش حلو وعايزه لا والله ليه اصل صحيت من النوم ما لقيتش ستي في البيت راح اشوفها تشوفها يعني هي هدوء يا عم يلا بقى لا ما اقدرش نروح العب انت انا مروح ستي ستي سمير فين دلوقتي؟ عند الأستاذ رمزي في البيت. أستاذ رمزي؟ ده يا عمي المدرس الجديد اللي اتنقل عندنا هنا. قابل سمير وقال له أنا زي الأستاذ فايز حبيبك بالظبط على ما يرجع لنا بالسلامة. راجل أمير ومراته ست عشاية خش القلب كده على طول. الباب بيخبط عم إبراهيم. أروح أفتح. معاك أنا. أيوه اللي على الباب أيوه. أهلاً أستاذ رمزي. أهلاً 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 يا أستاذ رمزي. شرفت يا احنا شاكرين جزيل الشكر يا سيدي على اللي عملته مع ابننا سمير العفو انا ما عملتش اي حاجه في الحقيقه من ساعه ما جه هو نازل عياط لا اكل ولا شرب لغايه ما غلبني منه انا والمدام ده انا هروح اشوفه الواد خد حد جامد قوي يابا روح يا بنتي اهلا وسهلا هنفضل واقفين كده اتفضلوا اتفضل يا استاذ رمزي مفيش حد غريب شاكر جوز بنتي والاستاذ ناجي ابن اختي اهلا استاذ رمزي اتفضل ما يمكن يا جماعه ام جمال راح تشتري حاجه من هنا ولا هنا راح تشتري منين يا ابني دي البلد قد الكف
اقصد يعني تكون راحت للبندر تشتري حاجه. اول ما سمعت خدت العربيه ولفيت البلد ورحت البندر ملهاش اثر خالص. سالته عليها عند الجيران، دورنا عليها بيت بيت، سالته فرج. فرج؟ وش معنى فرج يعني؟ ايه هو فرج مش من اهل البلد برضه؟ ام جمال تروح عند فرج الا اذا كان هو اللي خطفها. خطفها؟ خطفها ازاي يعني؟ سمعت ان بينهم فارق يا استاذ ناجي. فرج مش هقبل يعمل عامله زي دي. لا ده شراني وقلبه مليان غل من ناحيتي. والشر يغلب العقل؟ مش للدرجه دي يا جماعه. للدرجه دي واكتر يا استاذ ناجي، وانا مش عايز اتكلم عشان انت عمال تسايسه زي شهادتك معاه في النيابه صح؟ يا جماعه ليه الكلب عمره ما يتعدل؟ لا كلب ولا قط بالله. طب يا جماعه احنا هنفضل قاعدين كده؟ مش نقوم نشوف هنعمل ايه؟ نقوم نروح على فين بس؟ ما احنا دورنا عليها في كل مكان ما لقيناهاش يا استاذ ناجي. انا جاي معاك يا استاذ ناجي. وانا جاي معاكم، بس لو ثبت ان فرج ملهوش شد في الموضوع يقول ايه بس جرى للوليه؟ يا جماعه الوليه ست كبيره تكون داخت وقعت في بيت ساقيه ولا في مصرف. يا ساتر يا رب. يلا بينا يا جماعه. ست مفرج. قول ايه يا ولا يا برغوث ست مفرج. ام وادي مين؟ امشي غور. خير يا ست مفرج. سيدك فرج فين يا ولا؟ ما اعرفش يا ست. امال متلقح هنا بتعمل ايه؟ بحرس البيت. يا مرعب، بتحرس البيت؟ يلا كفر الغتي رعيبة. فين فردي؟ بس 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 قول لي سيدك فرج فين؟ اوعى تقول لي ما اعرفش. حاضر يا ست. اصل ست فهيمي قالت له اقعد احرس البيت لحد ما ارجع. وراحت فين هي بسلامتها؟ راحت المعصره عند ابوها شهد بيه. طب يلا دور لي على سيدك فرج وقول له يحرس، احسن البلد كلها قايمه عليه من ساعه ام جمال ما اختفت. ام جمال اختفت؟ يا نهار مضحص، ام جمال اختفت؟ وانا انت بتكذب لي زي النسوان. ايه غور من وشي. يلا روح دور لي على سيدك فرج، هاته بسرعه. يلا الله ده هيندب لي زي النسوان. يبقى اربع ساعات نايم، خليه يستريح. يا نادر ما دخلش بطنه ده من الصبح. مش مهم، النوم احسن. بقاله كتير نايم، انا قلقانه. وقلت لك ما تقلقيش يا عفاف، كلهم كده. وانا مش عرفني ان كنت خلفت ولا ربيت. ربنا يعوض عليكي يا رب يا اختي. سامعه؟ باينه صحيت. قومي شوفيه يلا. عندنا يا سمير. عندكم مين؟ عند عمك رمزي، ودي بقى مرات عمك رمزي. وانا بقى خلا نعمه. افتكرت عامل لك شاي ولا جيب لك لقمه تاكلها؟ لا انا مروح. مروح على فين يا سمير؟ راح اشوف ست زمانها رجعت. لا ما رجعتش. ازاي؟ انا كنت في البيت ولقيت الرجاله كلهم بيدوروا عليها. انا لازم اروح اشوفها. استنى بس، استنى. رايح على فين؟ الرجاله كلهم دارين في البلد يدوروا عليها. هروح معاهم، لازم اروح. مفيش فايدة يا عفاف، ربنا يعطلنا عليك يا حسن أم جمال. مالك يا ابو فصادة قاطع النفس كده زي ما كنت تعبان عرصة؟ الحق يا كبير الحق. في ايه؟ الولية أم جمال مالها؟ ضاعت، اختفت زي ما تكون الأرض انشقت وبلعتها. وهو ده اللي مخليك قاطع النفس؟ أيوه. طب اترزق اقعد، لا الطب ساكت وتموت ويحسبوك علينا نفر. الدنيا ظلمت والعتمة هتضايقنا. خلاص نستنى للصبح، الصباح رباح. انا معقول يا جماعه؟ ازاي ده يحصل؟ هنسيب ام جمال تبيت بره دارها؟ هو احنا عارفين هي فين لما هنسيبها؟ ما احنا لازم نكمل بحث. روح انت يا لمعي يا عزبة سلطان، وانت يا فايق روح طفي عليش. يلا هتروحوا ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني هتركبوا ايه؟ رجلينا، ما طول عمرنا بنركب رجلينا. ورايا يا فايق. يلا يا رجال. اهو الشحات اهو. ايه مال الشحات؟ كويس انا جيت يا شحات. روح لابويا واحكي له ايه اللي حصل، لحسن يكون ما عندوش خبر. وبالمره وانت جاي هات معاك شويه كلبات وفوانيس. اروح للمعصاري؟ ايه تروح للمعصاري؟ حرام عليك، ولسه ما خدتش نفسي. احنا دورنا عليها في البلد كلها بيت بيت الا بيت فرج. ما يضرش، نروح لفرج. انا هروح لفرج. خد معاك يا استاذ ناجي. تعالى معايا يا جميل. عن اذنك. مع السلامه. مش واجب نبلغ النقطه برضه؟ لازم برضه، هروح انا ابلغ الصول مجاهد. لا روح انت علشان سمير. أنا رايح النقطة. وأنا جاي معاك يا عم إبراهيم. ماشي يا شاك. يلا بينا. ربنا معاكم يا عم إبراهيم. دينا سورة. ما
نحس ربنا بانه غضبان علينا. اقص عليك يا كبير. اقص عليا ليه؟ انت فاهم ان ربنا هو اللي جاب لنا المصيبه دي؟ امال ايه؟ فهمني قول لي. اقول لك يا كبير، لا يقل احدكم اذا قل اني اجرب من قبل الله. لا يا استاذ نادي، لا، كل التجارب دي من قبل الله. الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب احدا. ايه معنى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده مش كلامي انا يا كبير، ده كلام يعقوب الرسول. امال اللي حصل ده من مين؟ من الشيطان المجرب ابليس. ابليس؟ اعوذ بالله. ايوه كده يا كبير، احنا لازم نستعيذ بالله من الشيطان. الشيطان ده مصدر كل المصايب، ينصب لينا الفخ، ولما نقع فيه يشتكي علينا. يشتكي علينا مين؟ يشتكي علينا ربنا، ويشتكي على ربنا لينا. ازاي؟ انا مش فاهم. افهم، انا لما اقع في الفخ واغلط واخطي، قوم الشيطان يقول لربنا: شايف؟ ادي ولادك، شوف بيعملوا ايه على الارض. ويشتكي على ربنا لينا ازاي؟ لما تحل بيا مشكلة، يقوم الشيطان يجي يهمس في اذني ويقول لي: ادي ربنا اهو اللي بيحبكم، ادي اللي بتقولوا عليه ابوكم اهو مرمط بيكم الارض. يعني ربنا ما بيجربناش؟ لا يا جميل، ربنا ما بيجربناش، ربنا بيمتحن. التجربة دي ضربة بالشر تكسر الانسان، اما الامتحان بيبقى خالي من الالم ومن الكسر. ربنا لما حب يمتحن ابونا ابراهيم كان واقف جنبه، كان محضر له الكفش اللي هيفدي بيه ابنه. كلامك حلو قوي وجميل قوي، بس مش بالسهل انه يتفهم. صح، مش بالسهل يا كبير، مش بالسهل ابدا. انا نفسي عشان افهم الكلام ده مريت بمحنه صعبه، صعبه قوي يا كبير. هاي داني. هاي سارة. هاي دكتور سام. اهلا داني، ايه اخباره النهارده؟ يعني مفيش جديد، زي امبارح، زي اول امبارح. مش مستقر للاسف، مش مستقر. ايه ده؟ الضغط مزلزل خالص. احنا عملنا كل اللي نقدر عليه. يعني هو في ايدينا ربنا دلوقتي. احنا نقول الحمد لله، اول ما جه ما كانش فيه امل، دلوقتي نقدر نقول يمكن. والاخ السوداني؟ لا، احسن بكتير. اتفضل نشوف. الدكتور سام مرجان وفريق الملائكة. ملائكة؟ احنا ملائكة؟ انت قصدك سارة طبعا. مش معقولة كنا انا. كلكم ملائكة، كلكم، ربنا يكافيكم ولا لاملتوها معي. عال انا شايف الحالة مستقرة جدا، كلها يومين ثلاثة وتفك الجبس وتبقى سليم 100%. حد كان يتصور ان انت هتخرج سليم من الحادثه دي؟ ايد ربنا همتني، كان معهودني بكفه. بس رجلك انكسرت برضه. ده اللي طاله ابليس وسلي يده من بين صوابع ربنا. عظيم عظيم. انا عظيم؟ لا، ايمانك، ايمانك عظيم. الحمد لله. ايوه مين؟ شفت مين؟ راحت وضاعت. هي ايه اللي راحت وضاعت؟ الولية ام جمال. ام جمال راحت وضاعت فين؟ اختفت من البلد كلتها، فص ملح ودهب. مين اللي قال الكلام ده؟ كل رجاله البلد دول، حتى بعتني عشان اقول لك والمره اخد من عندك شويه فوانيس وكلوبات. فوانيس وكلوبات ليه؟ عشان تنور لهم وهم بدور عليها في العتم. طب روح لمهني، روح لمهني والعيال يدوا لك اللي انت عارفه. حاضر. ايه ده؟ فهيمه هاتيلي العباية عشان اروح اشوف ايه اللي بيجرى ده. ابا. ايه؟ حضرتك ملوش دعوة بالموضوع ده خالص يابا. مش عارف؟ قلبي بيقول لي كده. انت مش خايفة؟ ما انت اخيب من امي 60 مرة. مساء الخير يا فرج. لا، عاوزين ايه؟ ام جمال. اشمعنى؟ انت هتخش لي قفي يا فرج. ست ام جمال غايبه من الصبح وبندور عليها. ما تيجي تدور عليها في جيوب احسن، اكون مخبيها في هدومي. لا، اصل اللي بينكم يعني. جنيدي، اسال الشر وريني عرض التافه، وزي ما جيت مع السلامه. يعني ما شفتهاش يا فرج؟
عاوزين تروحوا تدوروا في الاستراحه اتفضلوا روحوا. لا مش عاوزين. يلا يا جنيدي. مع السلامه. مع السلامه. معقول الكلام ده؟ وازاي ده حصل؟ ما احنا جايين لك علشان كده. عشان ايه؟ انا عشان تقول لي ازاي ده حصل. اني اقول لكم ازاي ده حصل؟ مش انتوا الحكومه برضه حصول مجاهد وده واجبك؟ ودي وديه يا سي شاكر. انت جاي تعادل لي ودي يا سيدنا انت؟ يا سيدي وانت اتحمقت كده ليه بس يا حسون؟ اصله فاكر نفسه. لا اصل ولا فصل وحقك علي. ودي راسك لما بوسك. صافي يا لبن. صافي يا لبن. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ حاجة بسيطة حسون مجاهد. تعمل بلاغ للمركز. المركز؟ ليه؟ عندهم عساكر كتير يدورون على ابو جمال. وانا رحت فين؟ انا يعني انت هتدور معانا حسون؟ لا. هو في العادة يعني ان احنا ما بنتحركش قبل يومين ثلاثة. يومين ثلاثة؟ ليه؟ يمكن الغيب يرجع. ما بنعتبروش مفقود الا بعد 72 ساعة. خلاص يكتب معهم. ما ينفعش اي اجراء رسمي قبل مرور 72 ساعة. لاذ ربما الشخصية المختفية ترجع قبل كده. هي ازاي يا شاكر؟ لاذ ربما. يعني البلاد يعني الشرعاني. خلاص لقيتي. لقيتها يا رجالي. لقيت ابو جمال. امه جمال؟ لا معرفش. امال لقيت ايه؟ لقيت طرحتي. طرحتها اهي. طرحتها؟ مين قالك ان دي طرحتها؟ امال انا اكون طرحت مين؟ لقيتها. لقيتها يا رجالي. لقيتها يا عم بلادي. لقيتي. لقيت طرحتها. مالك يا صحتك في ايه؟ لقيت طرحتها يا استاذ ناجي. دي ايه؟ دي طرحه ام جمال. ايوه طرحه ام جمال. طب تعالى اركب. خلي الكلوب وتعالى. خلي بالكم منه. لقيتي الحمد لله. لقيتي. اتفضلوا اشربوا الشاي يا رجاله. الظهر السهره هتطول. ربنا يستر ويجيب العائق سليمه. يا رب يا شاكر يا رب. ربنا له حكمه. هي بس مين اللي يفهم؟ يفهم ايه بس يا عم؟ الوليه تروح كده بشربه ميه. يا رب خير. يا رب. اهلا شهدي بيك. اهلا شهدي بيك. اهلا يا رب. خير يا جماعه. اهلا يا رب. ازيك يا رب؟ اهلا. اتفضل يا رب. في اخبار يا جماعه؟ ابدا يا شهدي مفيش اخبار. اتفضل اشرب شاي. اتفضل يا رب. نشرب. يعني ما سمعتوش اي حاجه؟ لا يا رب. امال فين ناجي؟ راح مع جنيدي. راحوا فين؟ راحوا الفرج. هو فرج له يد في لا 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 فرج ملهوش يد. دول راحوا يسالوه شافها كده ولا كده. لازم هم. لقيتي طرحتها. لا طرحتها. ايوه اهي. وريني كده. لا دي مش طرحه ام جمال. ها يا سلام. وايه اللي مخليكي متاكده انها مش طرحتها؟ دي فيها الوان. طب ومال طرح ام جمال كلها سودة. ايوه صحيح دي كلها سودي. وفرج ما شافهاش يا شهدي بيه. عندكم شاي؟ ايوه يا اخويا اتفضل. الو. ايوه ايوه الشرقان. اشاره؟ طب استني بالهداوي. ادي القلم وادي الورقه. قول مين؟ انا مين؟ انا الصور مجاهد جد الرب مجاهد. تم العثور على جثه امراه مجهوله الشخصيه ملابس سوداء بالرياح البحيري ونقلتها الاسعاف الى فين؟ مستشفى ابو زكامه. ابو زكامه. طب وانت مين انت؟ ايوه ما انا عارف انك المركز. قصدي اسمك ايه؟ عيسى بسطاوي ابو مطوي.
طيب يا ابو مطر، مع السلامة. يا ولاد انتوا يا ولاد، لقينا ام جمال. لا الهي، لقيتوا مين يا عصر؟ ام جمال يا ولد. يعني هنلاقي مين يا مجنون انت؟ ايوه صحيح. الناس فين يا ولد؟ الناس فين يا حصون؟ روح قول لهم الصور نجاهد لقى ام جمال. ايوه ادي الشغال. هو حصون انتبه يا عسكري. الحق ولا لمعي. مالك بتجري كده ليه يا واد يا شحاله؟ الصلم جاهل. ماله؟ لا الست ام جمال. يوه 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 يوه. مش قلت لكم سيبوا لي الموضوع ده وانا اجيب لكم ام جمال؟ اهو لقيناه. دي شغلتنا احنا، مش كل من هب ودب يجري شمال ويمين يقلب البلد يدور عليه. وانا قاعد على الكرسي وفي ايدي التليفون لقيتها لكم. يا سلام على الفلاح يا ولاد، يا سلام. مخ متوتك. انت بتقول ايه ده لمع يا ولد؟ انت بتبرطم بتقول ايه؟ بيقول انك فالح ومخك متوتك. صح. ايوه هو ده الكلام المظبوط. بس انت قول لنا يا حضرة الصول، ام جمال فين دلوقتي؟ ما قلت لكم في مستشفى ابو زكامل. في المستشفى ازاي؟ ما اعرفش، الاشاره بتقول كده. يبقى المركز التليفون هو اللي جاها. مش اسكت يا لمع، خليك كمل. هاي حضرة الصوت، والإشارة بقى بتقول إيه؟ الإشارة بتقول تم العثور على جثة امرأة بالرياح البحيري ونقلت إلى مستشفى أبو زكامل. جثة؟ بتقول جثة؟ أيوة جثة. اللي جيتها دي جثة؟ يلا بينا يا رجالة مفيش وقت. يلا بينا. يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل بصورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان بانت بشاير الربيع فوق الغصن الوان قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب وملاها من فرحك الشر يكوي القلوب والنار يحرقها والرب يرعى الشعوب ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل أشواقها يفرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها يفرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها يفرد جناحه